فكرة المكتبة المتنقلة هي كان الهدف منها تشجيع القراءة الممتعة للأطفال، ممكن بشكلها بأسلوبها. هي مشروع جديد فعلا بطريقة طرح موضوع القراءة، فكتير عم يكون في رغبة أو حماس عند الأطفال لعيش هاي التجربة. المكتبة المتنقلة تجربة رائعة، يعني الأولاد استفادوا منها كتير. أول شغلة إنه روحوا عن نفسهم، وهالتعب والمخاطر إنه الحرب وهاي كلياتها راحت، نسوها خلال هالتجربة هاي اللي مدة ساعة أو ساعتين.